الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. طبعا احنا النهاردة في قرية جلوسنا، وفرصة ان احنا بنحصن ضد مرض الحمى الكلعية وحمى الواد المتصدع. فجينا عند الحاج شداد النهاردة، ودي حظنا وفرصتنا ان احنا صدناه النهاردة علشان نعرف منه حركة الأسعار في السوق، وحصل وحركة البيع والشراء، وايه اخبار السوق، وازاي انك انت تشتري بقرة حلاب سواء كنت هتاخد منها لبن او هترد عليها بطوشة صغيرة. طبعا ده خبرة سنين، وهو ان شاء الله هيفيدنا في الحتة دي، لان في ناس كتيرة سألتني ازاي اشتري بقرة حلاب بحيث ان انا اطلع عليها عجول رضيعة مش هاخد منها لبن، انا احمل عليها بطوشة. فان شاء الله هو يرد علينا في السؤال ده. والسؤال التاني انا هسيبه طبعا يتكلم براحته، ازاي اشتري اضحية للعيد، ازاي اختار عجل للعيد اختيار كويس، وان هو يلحق يحول معايا في الفترة القصيرة اللي فاضلة دي، واجيب وزن قد ايه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمدة؟ وبارك الشداد، ازي صحتك؟ شرفتنا والله ونورتنا والله يا دكتور. الله يبارك فيك، شرفنا. انا نورت دروسنا كلها والله. الله يبارك فيك، ده انا النهاردة دكتور. انا محظوظ ان انا قابلتك النهاردة. انت شرفنا يا دكتور والله. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك. اديك كم سنة شغال في التجارة؟ عندنا ثالث جيل. ثالث جيل اب عن جد. ده من ابنا اللي جد هنا. طب بالنسبة للحيوانات اللي احنا حصلناها دي كلها، طبعا دي بتاع البيت دي. بتاع بيتنا احنا، صح دي بتاع جناية. جناية. طب السوق عامل ايه اليوم ده يا عم شداد؟ السوق حلو يعني، والضحية حتى اللي يشتري الوقت احسن من السوق قدام. في تريحة ولا؟ في تريحة بسيطة يعني، بس يمكن مع نهاية العيد كده كل ما قرب العيد يبقى في شدة شوية. ترفع. النفس كام الأسبوع اللي فات ده؟ النفس كان ب 180. 180 ده الثلاث اللي فات. الثلاث اللي فات كان ب 180، الأربعة اللي فات كان ب 180. هنا في البلد ب 180. وارد إنه يعلى الفترة اللي جاية دي قبل العيد. الفترة دي ممكن يركب لحد 190 برضه. يبقى اللي يشتري الوقت احسن من يستنى. الوقت احسن، واللي يشتري الوقت حتى في السوق في الشبه الوقت ارخص من سوال قدام. طب بس يشتري يا دكتور ويحصل برضه عشان الحمل الكرعي. تمام. تحصينات انت طبعا ده لازم التحصين حاجه اساسيه. بدل البيمه الوقت ما تصرفش، البيمه ما تصرفش 1000 جنيه كل وقت، بدل البيمه ما تاخد 5000 علاج ومش ما تسحب بعد ما انت، وحتى لو صحت بتعمل لها نهجه بعد كده برضه صعب تعيد. تمام. طب بالنسبة السؤال الأولاني إن أنا هسأله لك، أنا كراجل معرفش في الحيوانات، أو معرفش أشتري، أنا بكلمك كواحد عادي في الشارع عادي، عايز يشتري أضحية، عايز يشتري عجل يربيه أو يألفه للضحية، مواصفاته إيه؟ أو يبص على إيه؟ يشتري العجل يا دكتور اللي هو صدفه حلو ورا، وكتف حلو قدام، وصنف الأصناف الأصناف متختلفة عن بعضيها برضه، يكون سلالة، تكون السلالة الحلوة. تمام. يبقى هو يقف ورا الحيوان. يقف ورا الحيوان ويشوف الصدفه بتاعته ورا والصدفه قدام. ايه الصدفه دي؟ هي الصدفه اللي هي بتاعي ما يكونش عجل مثلا مزرور لورا شوي. ياه. ما يكونش ضيق ورا شوي. ضيق. يكون ايه العجل فتحته حلوه يعني. الكفل بتاعه عريض. وكل موجوده بعضيه. والصدر من قدام طيب. والصدر قدام، ويفتح سنه برضه عشان التضحيه يكون كسر جوز كسر اربعه، يعني ما فيش مشاكل. المهم عشان يعدي السن. عشان يعدي السن القانوني بس، عشان خاطر الشريعه بس. تمام. طب بالنسبة للنفس يا دكتور، الوقت هو شغال 180 حاليا. كل مكان 180. لما اكون انا الوقت حاليا اهو، انا عديت رمضان اهوت وعدينا عيد الفطر وهنجيب للضحية، اجيب وزن كام عشان يطيب معايا بسرعة؟ هجيب اقل حاجة 3.5. 350. ايوه. في ال 40 يوم دي او ال 50 يوم دي ممكن يوصل معايا كام؟ هديك 420 4.5. تبع حسب الكلفه بتاعتك. تبع الكلفه بتاعتك واكل العيد برضه. كل ما يكون سلاله. ايوه. كل ما يحاول معاك كل ما يكون سلاله كل ما يتقل. وبعدين السلاله بين العيد الوحش وبين العيد الحلو ما كلام فاضي، 5000 4000. تمام. احسن سلاله اجيبها ايه؟ احسن سلاله اللي هي البراولي او الفريزيا. طب والسمنتال؟ والسمنتال احسن من كل حاجه. بيحاول 2 كيلو بيقول لك في اليوم. يعني بيحاول 2 كيلو في اليوم. تمام. السمنتال. وابدا اركز في العلف اول ما يجي على طول أهم حاجة، ولا ادرج معاه تدريج؟ لا، ما برضه ما تدوش الحصه الكامله بتاعت عشان خاطر ايه ما تحكمش منك، ما يكتمش منك، ما يكتمش منك. يبقى انا ابدا ب 350. ابدا ب 350 اقل حاجه. اقل حاجه 350.
تمام. بس كل واحد يا دكتور كل واحد برضه على قد يعني، في واحد ما يجيب شاب، ما هم ممكن سبعه يشتركوا مع بعض. كل سبعه ما يشتركوا مع بعض في الايام اللي احنا فيها دي، سبعه ما يشتركوا مع بعض عشان الامور برضه عشان الامور تمشي بس. تمام. طب علامه الصحه عند العيد برضه الواحد يبص على هي المنخره ولا يبص على عينيه ولا يبص؟ طبعا العيد اللي صحته يعني حلوه من ببايز. وبعدين حتى لو جبت من السوق لازم تحصل. تمام. عشان خاطر تبقى في الامان. لازم تحصل. حركته بتبقى حلوه. ياخذوا الدكتور من ميزان الحراره ويكتبوا حاجه مثلا فتح الشهيه عشان خاطر ايه؟ وبعدين احنا داخلين في الصيف. وجرعه الديدان. وجرعه الديدان والجراد. الديدان وكل حاجه. مجرد ما يجيب من السوق لازم يديله. لازم يجيب حتى لو كان محصل عند اصحابه لازم يجيب ويحصله. تمام. عشان يطمن عليه. تمام. طب بس كده بعد كده يديله اللي هو عاوزه، بعد ما يشوف الدكتور يحصل يديله اللي هو عاوزه. بالنسبه للعلف براحته. بالنسبه للعلف حتى الدكتور ممكن يوصف له العلف اللي هو عاوزه. طب خلطه ولا تفضل الجاهز افضل؟ يعني انت تخلط على ايدك علف ولا العلف الجاهز افضل بالنسبه لك؟ كل واحد وجهته يعني. تجيب انت المركزات وتعملها وتروح عند فاي واحد يركبها لك. تمام. ممكن تشتريها ايه؟ مركبه. جاهزه. تمام. عشان معدل التحويل بتاعك عشان معدل المركزات بتاعتك وتدي مثلا العجل او الشاب اللي هجيب. ايه رايك في العجل العلف؟ في ناس كتيرة انا شايف انه هو غلط، انه بيعلف ببرسيم اخضر وهو بيعلف، الكلام ده صح ولا غلط؟ اقول لك انا الفلاحين برضه ايه الجو ايه من بقى في فلاحين مثلا تعبانه يعني مثلا ايه واخد بالك، واحد ما عادش يجيب مركزات، هجيب مثلا كزب او رد او دقيق او رد اهد على طاقه ترابيع والعمليه هتمشي معاه، بس هو اللي عاوز لحمه صح ما يديش ايه برسيم نفسي وانت داخل على الضحيه. الله ينور عليك. ولا حتى في الدوره المركزات ما تخلي حتى اللحم بحاله. تمام. يعني ساعة تحط اللحم في الحله وتطلعه واخد بالك وتاكل منه تبص لك اللحم نفسه الريك بتاعه حلو مع العلف. مع العلف. وفي حاجه ثانيه عم شداد برضو، ان انا لو انا دخلت برسيم هتطول معايا المده، يعني انا بدل ما اطلع العجل في 9 شهور او 6 شهور ده هياخد معايا سنه وسنه ونص. ده يا دكتور بعض الضحايا ممكن تجيب. ما انا بتكلم على تمشي نفسك بحكايه البرسيم والرده والدقيق يعني ده لو دوره منولها مثلا طول سنه سنه ونص اثنين يعني. هو دكتور ما فيش عجل الوقت ده بعد سنه. تمام. لازم هياخد سنه واثنين ورام. تمام. لحد ما يوصل الوزن اللي انت عاوزه. تمام. عشان ما توقف العجل الصغير لا ما توقفوش يطلع على الغيط او هيكبس منك. هيكبس منك يبقى لازم يجيب شاسيل اول. لازم يجيب شاسيل ويجيب العظم بتاعه قبله وبعد كده تمنى انت وراه. صحيح. يعني ما يجيبش واحد يجيب واحد عجل يجيب لا ما تجيبش عجل 200 كيلو وتوقف وتقول لا ما وقف عجل لا ما ينفعش 200 كيلو روح يعلف لا ما ينفعش هيلكلك منك ما ينفعش. لما تجيب عجل 3 ولا 350 وخشن تعرف تبنيه وتعرف توكل يعرف يلم لحمه وهديك انت اكتر من اي حاجه. تمام. دي سياسة العلف وسياسة التربية الصح. هنخش على السؤال الثاني المهم جدا. طبعا انا شايف عندك بسم الله ما شاء الله الابقار عندك نوعات 10 على 10 من فضل الله. الله يبارك لك. الحمد لله. ناس كتير بتسال انا عايز اشتري بقره اطلع عليها عجول مش اخد لبن، انا عايز اجيب بقره احمل عليها 3 4 بطوشه يفطموا واجيب بدلهم 4 تاني، اختارها ازاي البقره زي كده؟ هتختار البقره السمنتال البراولي فريزيا اللي هي مضره قليل تطلع لها باتشين 3 4 وخلي بالك ان هو هي لما تصفى البطوشات سمنتال ولا براون ولا فريزيان؟ سمنتال والبراون والفريزيان. والفريزيان هم الثلاث انواع دول اللي هم ايه يدوا ايه البطوشه وما يبقى لبنهم كتير وتشتري الضر الحلو عشان ايه مع المونه بتاعتك هي هجيب لبن وتثبت عليها 3 4 بطوشات. يعني ممكن تجيب 40 كيلو صح هنا؟ ولا هنا توصل 25 لكن 40 الخليط هنا 40 يا دكتور هنا عندنا الارياف هنا ممكن في المزارع اللي هي الكبيره دي بتاع الديش وبتاع اللي بتوصل 40 لكن احنا عندنا ما عندناش امكانيات الفلاحين عشان تخليها ليه عايز اكل معين هتوكل تلقى بس احنا مش هيقدر على الامكانيات اللي هي ايه اللي هي كافيه البقره. طب ايه رايك في البقره الوشطاي؟ ده ملوش حل. صحيح. ده ملوش حل خالص. حلو في البنايه كل حاجه كل حاجه حلو ولاده حلو حتى لما تاخد بس ولا ذكر تنزل السوق اما تلم عليها وما تلاقيها لها الله. امال ليه طالع سيره بقى يقول لك الوشتاين؟ يعني في ناس برضو سالتني يقول لك الوشتاين مش مرغوب في التسمين. لا كعجل كذكر ده هو سمنتال هو اصله اللحم انت عارف يا دكتور خشب ما خشب 10 بس هو ما ياخد طول البال شويه عايز يعني طول الله ينور عليك الله ينور عليك هو بيطول لما يقول لك فاتك على طول وايه واستوى جاب نهايته
ايوه. فاحنا عندنا عجول على الصحراء وبتوصل 600 كيلو 700 كيلو وطن. ويوصل طن. ويوصل طن. ايوه يوصل طن. يعني انت رايك الاولشتاين كويس سواء كان تربيه او تسمين. احسن حاجه الاولشتاين. ولما بالذات الاولشتاين يولف على مكانه ويبلع في الاكل وياكل كل حاجه. لما تكون بقره قاطف طيب لبن بس فاضيه تعمل كام لما تكون مثلا يعني في اولشتاين ممكن يبقى ب 50 و60 فاضي و75 الف. بس تكون من اخر من اخر الفيلم. وفي 140 وفي وفي 140 وال وفي 150 وال. طيب هنستاذنك احنا هنصور البقره دي يا عم شداد. اتفضل يا دكتور. هنتكلم عليها دي وصف لي انت. دي بس هيش عارف تعتها بدها شو بس هيش طيب. دي خليط. خليط يعني. دي دي والدة جديد. دي والدة ايوه دي والدة عندنا ست ولدات ولا سبعة. كسر ايه دي يا عم شداد؟ دي سدة طارق. سدة طارق. دي في السوق والده مثلا دي لها 10 ايام تعمل لها كام في السوق؟ تشوالها 100 يا دكتور. وراها ذكر ولا انتهى؟ وراها ذكر. ما شاء الله حلو. 100 كام لبن بتجيب قد ايه لبن مثلا تقريبا؟ يا دكتور لما نجيب معانا احنا مش بندي اللبن كله بتوجع عشان ما يحصلش عنده اسهال. واخد بالك؟ بياخد على قد يعني ما ياخد شقه وعند الحريم ياخد شقه ليه؟ عشان البشر ما يهرش كل ما يكبر شوي ناخد منه فزه واحده بس ونزود اللبن ليه؟ بعد ما يكبر نزود اللبن ايه؟ يعني نديله اللي هو عاوز الحب يشربها كله بس اهم حاجه البشر ما يسهلش عشان السهل الاسهال دي هو بتعمل مرض بيضر اكبر مرض ما يضر الاسهال وبعد كده يرجع يحصل حاجه اسمها ايه زنتريا في الاسهال يتعنف ويحصل له جفاف ويحصل له جفاف فاحنا ما ندير للبشره على ايه على قد على قد. في سؤال تاني برضو محير الناس كلها. اتفضل. ايه اللي يخلي البطش يكرش منك؟ انا عندي بطش مؤسس على ايدي وطالع 10 على 10 وبياخد لبن 100 100. ابص الاقي البطش بعد ما كمل 4 شهور بقى بطنه زي البرميل. ده ممكن تكون يا دكتور ديدان. يا ديدان يا ام ان البشره لما يكون عند الفلاحين المره من دولهم تقول لك ايه انا عاوز اللبنات. ليه؟ تاخد من البطش 3 بزاز، البطش مع مش ياخد 3 بزاز بطنه مش متلف ان هو الاساس البطش اللبن. التغذيه. التغذيه بتاع اللبن والزيت واخد بالك اللي هو البتاع بتاع الباش اللي هو السرسوب. السرسوب اهم حاجه السرسوب يشرب الباش. السرسوب كويس والباش اللي ما امه ما تطلعش على الغيط تقعد لها شهر جوه عشان كده يكون لها السرسوب بتاعه خد الكوايه بتاعته. تمام. يبقى الاكل والتغذيه الصح هي اللي بتمنع موضوع الكرش. يعني انما انت تحرمه من اللبن وتروح توكل وخضار كتير ولسه صغير. لما اروح ادخل نشتري ساعه من عند الناس الباشا قد قدامها يعر ورمه قوم وتبقى قد العرض. طب ليه ولا يقول لك ما تاخد منه اللبنات؟ طب لا بدل ما تبيع اللبن ب 100 جنيه في الاسبوع ما العيد يزيد 1000. محروم. محروم. بتجرس عليه يقول لك ارخص. بتجرس عليه وهي البي ما تبيعش في السوق لما يكون زقوه حلو كل الناس تجي وراك. الله يبارك لك يا عم شداد. لا بصراحه شويه معلومات حلوين عشان الناس عايزين. دي عشر ولا فاضي يا عم شداد؟ دي عشر 5 وراها ابنها. وراها ده مثلثه. ايوه. دي تعمل لك كام دي؟ دي تعمل لي 120. كسر ايه؟ كسر اجوز. احنا طبعا انا هحط رقمك ان شاء الله مع الفيديو واي حد يحتاج منك اي حاجه هيرن عليك ان شاء الله. يبقى انت ايه تشرفنا بقى في الله يخليك يا دكتور. الله يكرمك. تمام. برضه في شرفتونا وجبتونا والله شرف النهارده. الله يخليك يا ابو جده. دي برضه جاموسه. لا جاموسه دي عشره. دي عشره يا قلبي ما شاء الله. برضه ايه رايك في الجاموس؟ الجاموس والله حلو بس الناس هنا عندنا في الفلاحين تقول لك بيشغل الجاموس ليه؟ ده هو الجاموس هو احسن حاجه. عارف الجاموس ممكن تدي لك 5 بقرات. حلو احسن من البقره اللبنيه. تدي لك 5 بقرات ليه؟ الجاموس النهارده هتوكل البيت وهتوكلك وهتطلع عيلها برضه. فكرت انت بسؤال حلو. واحد اتصل برضه عليا بيقول يا دكتور عايز اعمل حاجه توكل بيت وعيالي هجيب جاموستين ولا بقرتين؟ هو يجيب جاموس يجيب جاموسين على 3 4 بقرات لما يكون فايق يعني. تمام. ويسيبهم البيت هتوكل ايه؟ الجاموس هتوكل البيت وهتطلع ابنها برضه يعني. ابن الجاموس ما شربش غير بتاع 40 يوم ولا 50 يوم ولا تديله بوزه. لا اصل هو اللي يبيع البش اخضر الجاموس يبقى ده الاجدح. تمام. الله ينور. ايه هيبيعه ب 10000 ولا ب 15000؟ هتلف في السنه عليه هيبيعه ب 50. صحيح. يبقى احسن من فدان ارض. وغير كده انه حرام حتى وحرام ما تقتلش مالك عشان خاطر شويه لبن. صحيح. خليه ياخد بزه معاه يروح يبيعوه عمره 40 يوم عشان خاطر لبنات. 40 يوم والكلام الفاضي
ديك السنه يا دكتور منعوا الذبح ولحد دلوقتي محرم قانونا يعني. وهو خلي بالك ممكن ينزل موضوع البتلو ده، هو رصيد الدوله، هيحل زي الجمحة كده، هيحل مشكلة اللحوم خالص. سنة واحدة بس قال لك شغل مشكلة اللحوم في مصر اتحلت كلها. يا ميسر ربنا ييسر الأمر. وأنت المفروض أنت يا طب بيطري واخد بالك تخلي المولد في مخه كبار إن شاء الله. يعني مثلا إيه تخلي الفلاحين في مخه كبار عشان إيه لما يكون فيه بتلو والدكتور ينزل يتعاين مثلا كل واحد عنده 15 الباتش اللي يغيب يدفع ثمنه صاحبه. صحيح. هيتعمل محضر. رقابة. مراقبة وهيطل. هيبقى اللحمة ينزل ممكن ينزل لثلاث سنين لورا. يا ميسر نتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية كده ان شاء الله مشدد باذن الله. بس اهم حاجة البتلو ينزل يتفرج على الفلاحين ما يتفرجش على ان شاء الله. ايوه ربنا شكرا مشدد. متشكرين ليك شرفتنا ربنا يبارك لك. الف شكر يا حاج. الله يبارك فيك يا دكتور. سلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. انت طيب. السلام عليكم. الله يبارك.